القاعدة الرئيسية لصيانة القاطرات بالرويبة هي إحدى الأنظمة التابعة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لصيانة عتادها، والتي تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب30 هكتارا. الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تقوم على مستوى وحداتها بصيانة جميع عتادها بمختلف أنواعه، عربات نقل المسافرين، عربات نقل البضائع، قاطرات مثل ما هو الحال عليه على مستوى هذه الوحدة المتخصصة. القاعدة مهيئة ومجهزة على نحو يضمن السير السلس لمختلف عمليات الصيانة وفق القواعد والمعايير المعمول بها. عدنا 3 عمليات: المراجعة الشاملة كل 8 سنوات، المراجعة المحدودة كل 4 سنوات، وزيارة كل 2 سنوات. في الصيانة الاستباقية عدنا صيانة في حالة حوادث، في حالة حوادث القطارات. تحتوي القاعدة الرئيسية هذه على العديد من الأقسام والوحدات، أهمها صيانة القطارات ذات محرك ديزل وقاطرات جر عربات القطار للمسافرين والبضائع، وهي التي تعمل على كل خطوط شبكة السكة الحديدية عبر الوطن. اتخذت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية كل الإجراءات، بحيث تم اقتناء مؤخرا عدة عتاد متطور الذي يدخل في مسار صيانة القاطرات، هذا من جانب. ومن جهة أخرى العنصر الذي توليه الشركة الوطنية اهتماما خاصا وهو العنصر البشري. ويمكن تصنيف القاعدة على أنها من أوائل القواعد من نوعها في إفريقيا من حيث الاختصاصات المعتمدة في المصنع.